بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الفيديو الدوزيام تاع لي كناري. ربي يبارك إن شاء الله في الرخامة، سلعة ربي يبارك 2023 ما شاء الله، هاي لك سلعة الله يبارك فيها ربي يبارك. وكاين هذاك المارو، هذاك الساتيني هذاك سيتان بورتور الله يبارك عليك في الرخامة، يعني سلعة ما شاء الله عملك ربي يبارك إن شاء الله، حاجة نقية صافية، الراس تاع كاري ربي يبارك، يعني سلعة في الرخامة ربي يبارك إن شاء الله. اللي طالب عليه يتصل بينا خوتنا الحباب، هايدا كاين في الرخامة هادو في الريسيسيف، حاجة نقية كاع المينانين كامل ربي يبارك. هايدا هادو هنا مخلطين مالو في مال، وكاين هنايا لي مال هامليك الله يبارك، عندهم 9 شهور ربي يبارك ان شاء الله، سلعة خيرات هايديك. شوف الله يبارك ربي يبارك، يعني في الرخامة ما شاء الله، سلعة ربي يبارك ان شاء الله. لي طالب عليه يتصل بينا ان شاء الله. هامليك هادو في الرخامة ربي يبارك، هادو لي مال هايدا. وعندنا لهنايا زوج في مالات ساتيني في الرخامة ربي يبارك ان شاء الله. هذه باقا 2022 الله يبارك، هاي خرجت من سقطها يجي الوجادة. وكاين هذه باقا 2023 ربي يبارك ان شاء الله، هاي ليك بمالا قوة الله يبارك قيام ما شاء الله، هذه 2023 نزيد نروحو خوتنا الحباب. هايدا كاين هنا لوتينو زيوروج ربي يبارك ان شاء الله، باقا 2023 قاعدين في الوجادة ربي يبارك ان شاء الله. وكاين هذه ساتيني، هذا مال في الدومينو ماشي في الرخامة ماشي في الريسيسيف، او في الدومينو ربي يبارك، مازال واحد برك. وكاين هذو لوتينو هايدا خوتنا الاحباب، حاجة شابة وزينة ما شاء الله. نزيد نروح لكم خوتنا الاحباب هذو يعني في الرخامة، هذو راهم عندهم 6 شهور ربي يبارك ان شاء الله، عندهم 6 شهور في 3 في مالات هذو ربي يبارك ان شاء الله، كاين 3. وعندنا فزاز دوب ديليسيو 2023 عندهم راهم في 5 شهور ربي يباركهم ليك، زوج ليمار ربي يبارك ان شاء الله. وهذو في الفيمالات في الرخامة، حاجة شابة بزاف ربي يبارك ان شاء الله. جماعة خوتنا الحباب هام ليك وراهم ربي يبارك ان شاء الله. ونزيد نروحو لكم خوتنا الحباب، هاو ليك في الطارة، في الطارة كاين هادو خوتنا زايدين هنايا، زايدين هنا ربي يبارك ان شاء الله. هادو في الفيمالات، هادو خارجين من الدوب ديليسيو الله يبارك ربي يبارك ان شاء الله، خارجين من الدوب ديليسيو. وكاينو مال هذا في الاسدي الله يبارك ربي يبارك ان شاء الله، هذاك المال في الاسدي، وهذه في مالا في الاسدي يعني الله يبارك. وهذو من هنايا خارجين من الدوب ديليسيو الله يبارك، يعني في مالا تلقايا ما شاء الله ربي يبارك ان شاء الله. هايدا خاوتنا الحباب ربي يبارك ان شاء الله، هذه السلعة اللي كاينة الله يبارك. وعندنا هذه الفيمالة هاي ليك الإيزابيل باستر ربي يبارك، هاي ليك يعني حاجة هاي جاية للوجادة ما شاء الله، هاي ليك وراها إيزابيل باستر يعني بيضاء ما شاء الله الله يبارك ربي يبارك إن شاء الله ربي يبارك إن شاء الله. سلعة ما شاء الله خوتنا الحباب، اللي طالب عليه يتصل خوتنا الحباب. هايدا خوتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.